اللهم إني أسألك يا الله بأن تبلغنا رمضان، ولا تجعل لنا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا تجعل لنا ميتا إلا رحمته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا معسرا إلا يسرته. نسألك يا الله يا الله يا الله أن تعيننا على أنفسنا وتصلح أحوالنا، وتبارك اللهم في أعمالنا وأهلينا وذرياتنا، وارزقنا اللهم واغفر لنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأهلينا وأحباتنا وجميع المسلمين. اللهم أهل علينا دخول رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل أبواب الجنة تفتح لنا، وقلوب الناس ترتاح لنا، وكل حسنة تتضاعف لنا، وكل خير في الدنيا يعطى لنا، وكل نعيم في الجنة يهب لنا، وفي كل خطوة الملائكة تدعو لنا، وفي كل صلاة على النبي يغفر لنا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين، يا نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين.